ايه شلبي شلبي ريت وصحتين وصحة صحة وألف صحة على قلبك ان شاء الله الأمانة شلبي 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 حلو سهلة أهلين أهلين كله تمام؟ بجنن سلم هالإيدين خلاص؟ السعيد بجنن يعطيك ألف ألف عافية شكرا خلاص لو سمحت سلم على الشيف قل له الأكل ألف ألف أهلا وسهلا أهلين فيك بالمهل الحساب الحساب يلا 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 يعطيك ألف 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 عافية والله المطعم بجنن أكله شلبي ليش أنا ما قلت لكي؟ لا 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 ما قلت ليش لا والله لا والله ما قلت ليش الله بيكون قرابتي اللزم عن جد؟ لا قرابتك قرابتك اللزم 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 كيف يعني؟ بيكون الطباخ بيكون ابن عمك مرت خالة مرت عمي الله يرحمها ولو ولك هاي عن جد اللزم اللزم يم كريم اللزم اللزم والله يم كريم أهلين أهلين فيك أنا اللي عازمة لا 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 والله ما بصير يعيب عليك أنت اللي عازمة بس أنا اللي اخترت المطعم خليها علي لعزة شو عزة بنفعش عم بقولك أنا اللي عازمة شو يعني اخترت المطعم أنا اللي عازمة وزيه المطعم هذا كتير كتير غالي عليك إيه والله ما بصير عزة شو يقولوا عن الجرات تفضل تفضل والله ما بصير يعيب عليك خليها علي عزة عزة أقبلهاش على حالي يا فوزية يا شاطر هني يا عزة أنا مش بخيلي أنا أم كريم أم الكرم إيه؟ عشان هيك سموني أم كريم بنفعش عم بقلك بنفعش عزة شو قولوا علي الجرات خليها علي خلي تفضل تفضل خليها عزة يحكوا علي عم بقلك علي يعني علي هاتي لأقولك بنفعش خد مني أنا عزة خد هاد الحساب وسلم هالإيدين شو السيرة بس إيه خلصنا حبايبي يا جارة الهنية يا فوزية يا قوية أنا بفرجيك انتو من ألمانيا انتو من هولندا منحب ندعيكو على عرض فوزي موز بتوتي مع المندلينة والبطيخة اللي راح يصير بتاريخ 7/9 في فرانكفورت و 8/9 في أمستردام عشان تحصلوا على التذاكر أمامكم فوق كل التفاصيل الحصول على التذاكر وإحنا بنتذاكو إلى اللقاء